انت بديش مش 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 فاهمه مش 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 فاهم كنقولوا كامل لابسين حاجه انا ما يدير هاد النضاره هاي انجل اوكي هاي انجل كديري لاباس عليكم كلشي بخير اجي ارحيمو اليوم معنا عضو جديد اللي هو رحيمو سبيقات رحيمو صاحبتنا جديدة غتولي تبان معنا مرة مرة في فيديو اليوم غادي نلعب واحد اللعبة ديال صراحة ما عرفتش سميتها ما عرفتش سميتها ولكن ضحك ضحك تخسر زيد ولا شي حاجة بحال هكا المهم خليكم معنا باش تشوفوا اللعبة كيفاش غادي تدوز اند يا يلا جايز دابا غادي نلعبوا على في شات نلعبوها باش نشوفوا كل جوج غيلعبوا ضد بعضياتهم وغادي يكونوا بحال مهم شوف غادي تشوفوا انا ما عرفتش نشرح لكم مهم غادي تشوف غادي نلعبوا زمزازو لي جوج اللي داروا بحال هما اللي غادي يلا سير فهمتوا نلعبوا دابا زمزازو انا وهيبه لا اختي ما غاديش تضحك غير رحمه الله صافي اجي نعد المولفه بصح خاصني نلعب انا وهيبه حيت باغا نضحكش باش نلعب انا وياك حيت انا كنضحك انا اللي بغيتي انا وهيبه صافي صافي انا ايوا واش غادي دير غادي نعاود الفيديو هي ايوا اوكي جايز انا غنحاول نشرح لكم انا غادي ندير الماء في امي وهي غتقول لي نكته ملي سكر المشكل ماشي مشكل نحليه ها باش نحليه يولي يجي هنايا ويدور داكشي ماشي مشكل ماشي مشكل ايه انت ما تخافيش انت كنتي تخاف لا اوكي انا غادي نبدا منو يجي نعطيه واحد غادي نبدا منو يجي نعطيه واحد الطبوطه اوكي غادي نحاول نشرح لكم الكونسيبت ديال هاد لوجو انا غادي ندير الماء في امي وبوشنا غادي تعاود ليا نكته بيان سور كي غتكون حامضه ما لقيناش نكت واعرين زعما زوين شي نكت كيضحكوا حق الله كاع النكت اللي لقينا حامضين ويقدر يكون هاد الفيديو حامض ما عرفتش كي انا بغيت نلعب هاد اللعبه وغنلعبها وصافي خاصني دابا كيتعرف علينا ما عرفتش واش كيبان لكم لا ولكن نشوفو كليب ايك بركه دابا ندخلوا واقيلا ياك لا غيبقى هو تخليه فيا بالقليل ماشي مشكل البيت نفهم دابا ديري لهي قال لك هادو صح ولا قال لك هاد واحد الملحدين كلاو واحد فريستو ما بغاوش يخلص علاش حيت ما كيقابلوش بالحساب صراحه ما ضحكتنيش والله حرام العرج واش غيقاسي وين على وجهي اوكي واحد كيحشم بزاف خطب وحده كتحشم اكثر منه نهار العرس ما جاوش علاش كاع ما ضحكين يبقى انا ندير الفم انا ندير الفم هذا واحد هذا واحد الكاسور قال الاستاذ سكتي مالك هذا واحد الكاسور قال الاستاذ غادي نستعمل ليطوال في جمله مفيده ويقول لي ليطوال يرجعوا اللور واللي خسر يجيو القدام وتفوع عليكم ما رشات الماء هذا محشش تقدرات ليه الوالده ديالو في السوق مشى كيسول واحد في الطريق وقال ليه شنو يكون قال ليه ما شفتيش وحده غادا وانا ما غاديش معاها انا ما ضحكتش ما فهمتش علاش ويلي يا صاحبتي دابا غنقول لكم زيد الطح يلا اجي نلعبوا زمزم باش نشوفوا شكون اللي غادي يلا كيفاش شكون غادي يجي مع المعلقه اجي نقول دابا نديروا العكس زعما انت تجي مع هادي وانا نجي مع هيبه والعكس انا نجي مع هادي يلا هذا واحد خونا مشى لراس الدرب ويلقى صلع اوكي صافي هذا واحد عنده ثلاثه ديال الدراري ملي مات عنده ثلاثه ديال الدراري كتب لهم واحد الوصيه كتب لهم اللي معكاس فيكم هو اللي غادي يشد الورش كامل المهم مشاو عند القاضي بثلاث عيط الاول سولو بحالاش انت معكاس قال لي انا كنكون ميت بالبرد والكاش حدايا
حدا رجلي وما كنقدرش نهز وما كنقدرش نغطي راسي. هو يقول ليه الخادي صافي سير. هو يجي الثاني ويقول ليه اجي انت بحال شنو معكاز. ويقول ليه كيكون فيه الموت ديال الجوع والماكله حدايا وما كنوضش نهزها. قال ليه صافي سير. ويجي الثالث ويقول ليه قال ليه اجي انت. هو يرد عليه ويقول ليه اجي انت نيت. اضحك محمد اضحك عبد الله اضحك يلعن اضحك ايش حال ضيعتي من حياتي دابا؟ واحد الراجل قال لمراته وجدي راسك اليوم غادي نتعشاو على برا. ملي رجع في العشيه لقاها حاطه الطابله في الزنقه. غنطلع نقد لك شعرك. انا بغيت نقد لك شعرك صافي والله حتى نقد لك والله والله. يلا سيري نوبتي يلا نوبتي. ضحكت شي وضحكت لك دابا. تكرم احمد شعر شفت في حياتي. اي بلوكيوك الناس مره مريضه. مراد الفيديو ما تبلوكيونيش زعما راه انتم ما تعطوني شنو ندير عطوني افكار. شرب المشرب. بدي واحد المره عيطات لامها ياك قالت لها الو ماما راجلي هذه جوج الليل جوج ديال الليل هذه وباقي ما جاش اكيد كيخوني. قالت لها الماما قالت لها ماماها تفائلي خير بنتي قدر يكون دار شي كسيده. ربك يا الله قال لك الليمون شمن النهار ما كيبقى الليمون شمن وقت في النهار ما كيبقاش يباع وقت العصر كيعصروا. عفاك حمداني هذا عفاك هو اللي قال هذه كنت كامل قالوا لي حمداني من هذا المنبر انت اكبر حامض في العالم. درو واحد الدبانه طاحت في كاس ديال الشراب خرجت منه كتقول حيدو مطرق النسر. اضحك محمد اضحك عبد الله اضحك يلعن اضحك انا قلت لك ما نمتاش ما نمتاش وكيضحك ما كيضحكوش هاد الشيء لا ضحكني مزيان. واحد خونا دخل الدار مبواق خدا الخبز وغمس في المرقه ودار بحال هكا وبقى بحال هكا وتقول ليه مو قالت ليه كولا محمد ويقول لها محمد سميتو الخردة قالت لي محمد مالك قال لها محمد لا راه شفتو انا دابا مشوكيا ضحكتني بزاف لدرجه ما نقدرش نعبر على الضحكه دي. هذا واحد محشش كيسمع اغنيه في اليوتيوب والكونيكسيون عنده ثقيله كل شويه كتقطع ليه وقال ليها دخلنا عليك بالله ملي ما حافظهاش علاش كتغني او ماي جاد واو ويلي فزقت بزاف ماقدرتش نبقى لابساهم. يلا اجي نديرو لا فينيسيون ديال هذا الفيديو الحامضه اكثر فيديو حامضه في الحياه كات غنكونوا كملنا الفيديو الحامضه ديالنا حبيبي صدق تعجبكم واخا حامضه خليونا لي كومونتير دابا هي بغات دابا المشكله بغات تعجبهم صافي المهم خليو لينا خليو لي كومونتير.